كتبدأ القصة مع مجموعة ديال التلاميذ عندهم رحلة استكشافية لواحد المختبر ديال الأبحاث. هذا بيتر، واحد المصنقاع مضعب المهوتر، ديما هارب عليه الترونسبور، كلشي كيطلعها عليه. هي يغوت للشيفور يوقف ليه دار براسو ما شافوش. حتى لهاد اللحظة نات وحدة سميتها ميري وقفاتو ليه. طلع صاحبنا الترونسبور وغيبان بلي مزعوط في ميري، ولكن ما يقدرش يهضر معاها. أول حاجة حيت شخصيته ضعيفة وكيحشم، وتاني حاجة حيت مصاحبة مع هاد المقدر، وإلا قرب ليه غادي يخلي ضربوه. وصلوا للمدرسة، تلاقاو المؤطر اللي غياخذهم للمختبر، وهما مجموعين كيسمعوا التعليمات ديالو. بنت ليه ميري كتشير ليه. اوه كيفاش البلان؟ هسا صاحبنا يدو بدا كيفرنس، حتى لهاد اللحظه يخرجوا جوج صحاباتها كانوا موراه وغيعرف بلي شيرات ليهم. ايوا ويا حميد، ولا يحطك في شي موقف بحال هذا؟ هذا هاري، ولد واحد العالم لاباس عليه سميتو نورمان، وغيكون هاد هاري هو الصديق الوحيد ديال بيتر. تلاقاه سلم عليه ويلا غيتحركوا. لحق عليهم بعطاش كارت ولينسى في الطوموبيل. تما سلم على بيتر، تعرف عليه وعجبو بزاف حيت لقاه تقريبا دارس كاع الابحاث ديالو. دخلوا للمختبر، بداو كيدوروا الاقفاص ديال العناكب يدرسوهم، وفين ما كان بيتر كيبغي يصور شي عنكبوت كيبسر عليه صحيب ميري وصحابه. دخل هاري باش يدافع عليه، بداو كيتزيدوا في الهضره ويلا غيكبتوها. جا الاستاذ فرقهم وحضرهم بالليله مشاو حتى الدابز وغيسقط كلشي. هاري عارف بلي بيتر كتعجبو ميري وديما كيزعمو يمشي يهضر معاها، ولكن والو لا حياه لمن تنادي. هاري باش يبين ليه بلي عنده المقومات باش يهضر معاها، طلب منه يعطي شي معلومه على هاد العناكب اللي كيشوفو. قال ليه بيتر واحد المعلومه ديك الساعه قصد ميري دخلها بيها، بداو كيديو يجيبو في الهضره. هنا فهم بيتر بلي القضيه بغات غير شويه ديال الزعامه. ما تحرك هاري من حدا قصدها. اه ميري نعم، واخا ناخذ لك شي تصاور مع العناكب على قبل المجله ديال المدرسه. اه مرحبا. بدا صاحبنا كياخذ لها شي تصاور، وفي هاد الوقيته غنشوف واحد العنكبوت معدل جينيا هابط ليه في يده. صاحبنا مع الزعطه ما ردش ليه البال وهو يعضو. نمشيو للمختبر اللي خدام فيه نورمان بوين هاري. غيكون العسكر كيمولو باش يصايب واحد اللوح ديال التزلج كيطير، ويقاد واحد العقار كيعطي للبشر القوه باش يقدروا يتوازنوا على داك اللوح. سولوا الجنرال فين وصل بالبحث ديالو، قال لي نورمال سالينا التجارب على الحيوانات ونقدروا نستعملوا على البشر. هنا دخل شريكو الدكتور ستروم، قال الجنرال بلي مازال ما متاكدينش بلي صالح التجارب على البشر. الجنرال سمع هادشي سعار وهدد نورمان بلي الا ما وجدش ليه الدواء في اقرب وقت غيوقف تمويل الشركه ديالو. في الليل ملي خوى المختبر قرر يجرب داك الدواء على راسو، عطاه الدكتور ستروم واحد المحفز. دخلوا الحجره التجارب وطلق داك الدواء على شكل غاز. في البدايه كانت يبان كلشي مزيان، العضلات ديالو كيكبروا شويه، بدا كيتخنا كيفركل وكيدير شي حركات هستيريه. ضرب ستروم على جهاز دقات القلب اللي قلبه وقف. ديك ساحب الصدف فوق الغاز ودخل كيجري يدير له الاسعاف. بالفعل قدر يعتقو، ولكن ملي فاق غيبان في حيله فربل. شنق عليه ضربو مع الزاج هرسو وخرج من الحجره. نمشيو لدار بيتر، مور ديك العضه ديال العنكبوت بدا كيحس بالدوخه وهو يرجع للدار. سلم على عمو بنجامين ومراتو مي وطلع لبيتو. صاحبنا كان عيان بزاف، يلا الحق يحيي التيشورت ديالو، موراها غيب. الصباح فاق في حيله حتى حاجه ما وقعات، بغى يلبس النظر ديالو اكتشف بلي بلا بهم كيشوف حسن. ضرب على المرايه لقى عنده عضلات. المهم ما فهم والو، ولكن عجبوه هادشي. بدل حوايجو هبط سلم على عمو ومراته، وهو خارج ضرب على ميري لا تكون جارته مدابزه مع دارهم. طريق كامله هو تابعه وكيحاول يزعم راسو يدوي معاها. حتى لهاد اللحظه ركبت مع صحابها في الطوموبيل وتحركات. دور صاحبنا وجهو لقى الترونسبور علق عليه عاوتاني، واضطر يمشي للمدرسه على رجليه. في الجهه الاخرى وصاحبو هاري كيوجد راسو باش يمشي للمدرسه، ضرب على با نورمال مغيب في البيرو ديالو. دخل كيجري فيقو، وفي هاد اللحظه دخلت المساعده ديالو، قالت ليه بلي لقاو الدكتور ستروم ميت في المختبر، واللبسه ولوح التزلج اللي كيطير تسرقو. نمشيو للجامعه، وبيتر كيفطر دازت من حداه ميري مع فاتو زلقات. لحت ليها الماكله، وقبل ما تطيح دخل صاحبنا شدها بالزربه وشد ليها الماكله ديالها. ميري تصدمات من رده الفعل اللي دار، وهو براسو ما عرفش شنو وقع. ملي مشات ميري ضرب على المعلقه لاصقه ليه في يده، بغى يفكها خرجت لي واحد الشبكه بحال ديال العنكبوت لصقات في البلاطو. جرو لعندو كان غيجي ليه في وجه خواليه، ومن ظهرو المكعور جا الفلاش في ظهرو. دار فلاش موراه بان لي جر البلاطو خارج وهو يتبعو. عيات ميري متهدنه وتحاول تقنعو بلي غير حادث، ولكن والو ما بغاش يسمع ليها. اليوم نخلي ضاربوه، شير عليه بكروشي خواليه، عاود بوحدين اخرين بقى تيخوي ليه. جا ليه صاحبو من اللور ضرب لحبو في ليفله، وغيبان بلي ولاد عنده شي قوه في الشكل. بقى فلاش كيشير هو كيخوي ليه، حتى لهاد اللحظه طاكاه جا في حبو بكروشي لاحو، خلى كلشي غير حال فمو وخرج كيجري من تما. ضرب على يدو لقى كيخرجوا منه بحال شي مسامر كتحطهم في الحيط كيلصقوا. حط اليد الاولى تبعها الثانيه موراها رجليه، ولقى راسو بلي كيتعلق في الحيط بحال شي عنكبوت. طلع للسطح ديال ديك البنايه، تما بدا كيجرب يطلق الشبكه من يده. المره الاولى والو، الثانيه والو، الثالثه حتى هي، ومن بعد بزاف ديال المحاولات اخيرا قدر يديرها. ضرب الشبكه في البنايه الاخرى وبدا كينقز بها من السطح الاخر. دوز نهار كامل كيدير هاد الشيء، وفي الليل ملي رجع للدار سمع عائله ميري مكبتينه عاوتاني، وهو واقف حدا الدار كيتسنط خرجت ميري. ديك الساعه بدا كيهدنها كيحاول يفاجئ عليها شويه، وغتكون هادي اول مره يهضروا بجوج. ميري
ميري كانت واخده عليه ديك النظره ديال مضعبال ما كيعرفش يهضر، ولكن ملي هضرات معاه اليوم جاها في شكل، وهي كتعاود لي على الاحلام ديالها وكتقول لي بلي باغية تولي ممثله. داز واحد الصديق ديالها بطوموبيل كتغوت، مع دار لها كلاكسون ودعات بيتر ومشات كطير لعندو. بيتر شاف هاد البلان قال مع راسو خاصني طوموبيل باش نولي نعجبها، وهو كيقلب في الجورنال على الطوموبيل اللي بطبيعه الحال ما عندوش حتى فلوس رويده منها. ضرب على واحد الاعلان ديال المصارعه الرابح فيه غياخد 3000 دولار. ديك الساعه دوز ليل كامل كيصمم زيتان كور يشارك به، والنهار الاخر نشوفوه داخل البلاصه ديال النزال. قيد راسو بسميه هيومن سبايدر، ولكن والمعلق تيغوت قال لي سبايدر مان. صافي هنا قرر صاحبنا يسمي راسو سبايدر مان. دخل الحلبه بدا القفص كينزل، ويلا بغى يربح غيخصو يصمد 3 دقائق قدام هاد الغول. ما عطاهم الاشاره ديال البدايه قصدوا الغول، صاحبنا بقى ثابت حتى وصل عنده. ديك الساعه نقز وخلاه جابها مع القفص. هنا المقدر سعر خدا كرسي من عند المساعده ديالو وجا فيه الظهر طيحه وبدا عليه هادي تنفع هادي الضر. عطاه قتله ديال الكلاب، ولكن ما دا منه لا حق لا باطل، وهو جاي كيجري عنده يكمل عليه. هزو بيتر بريك لا ضربوا مع السياج غيبو، هاكا ربح الكومبا غير في جوج دقائق. ملي مشى يتخلص عطاه المنظم 100 دولار، قال لي راه كاتبي غناخد 3000. رد عليه المنظم 3000 الا صمتي 3 دقائق ماشي الا ربحتي في جوج دقائق. المهم غمق عليه وصيفطو في حاله. وصاحبنا خارج من تما سمع شي صداع في الغرفه ديال المنظم، دار يشوف بلي الشفار سرق ليه الفلوس وعلق. هي المنظم ما يغوت ليه باش يوقفو، ولكن صاحبنا ما تحركش. قدر الشفار يهرب، سولو علاش ما شدوش، قال لي راه يلاه دابا شويه غمقتي عليا في رزقي. موراها بقى كيضحك وتحرك في حاله. مع خرج من تما ضرب على الناس مجموعين وتيقولوا بلي مات. مشى كيجري يشوف لقى عمو بنجامين، وغيكون داك الشفار اللي سرق المنظم تيرا فيه وسرق ليه طوموبيلته. مات بنجامين. هنا صاحبنا سعر وقرر ينتقم من الشفار، خلى عمو تما ميت وطلع لواحد العماره عاليه باش يعرف فين شاد الشفار. بقى كيطل حتى بلي علاق والبوليس تابعينه. ديك الساعه بدا كيتعلق من عماره لعماره، نقز لي فوق الطوموبيل خرجوا على المسار، وملي وقفات بيه علق لواحد البنايه مهجوره. تما لقى صاحبنا كيتسناه، بغى يتيري فيه ضرب ليه السلاح طير وهرس ليه يدو ولحو من تما. وصلوا البوليس لقاو صفاه عليه وعلق. في الجهه الاخرى غنشوفوا داك الجنرال كيعطي الابحاث ديال نورمان لشركه اخرى، وهما كيوريو داك الشيء اللي وصلوا ليه. خرج واحد راكب على المزلاج اللي صمم نورمان، فرقع المختبر وصفى عليهم جمله. داز الوقت، خرج بيتر من الجامعه، ونورمان بين صاحبه كيبارك ليه، ضرب هاري على امريكا تفارق مع خطيبها، وبان في وجهه بلي ناوي على شي حاجه. مور الموت ديال عمو قرر بيتر يستغل القوه ديالو في محاربه الجريمه، ومن نهار تحول للمدينه باش يخدم ويكمل قرايته، وهو كيوقف الجرائم. شي وحدين براكاو محل سلخ الفقيرات مهم ورجع الناس رزقهم، هادو براكاو محل ديال الالماس حتى هما وقفهم. المهم اي واحد دار شي جريمه كيجيو البوليس كيلقاوه معلق في الشبكه ديال العنكبوت. صاحبنا دار بوم في المدينه ولا كلشي كيعرفو سميه سبايدر مان. كاين اللي عاجبو داكشي اللي كيدير وكيبان لي بطل كيعاون الناس، وكاين اللي ما حاملوش. السبب اش والله ما عرفنا السبب اش. في واحد النهار وكيتسركل في المدينه وكيحاول يلقى خدمه، بالصدفه خرج في ماري اللي من التخرج ما شافهاش. بقاو كيديو يجيبو في الهضره، كي دايره، فين وليتي؟ انا وليت ممثله ودابا لقيتيني غدا لواحد الكاستينغ. ومازال كاع ما كملت هاد السلوكيه، سمع بيتر المدير ديال واحد البيتزيريا كيغوت ليها، وغنعرفو بلي خدامه سربايه. اما التمثيل فالمره الوحيده اللي مثلت فيها هي فاش مثلت على صاحبنا بلي ممثله، وشحال ديال الممثلات كنعرفو. ملي تفرشات قالت لي الحقيقه وطلبات وما يقولش هادشي لصاحبو هاري. هاري فين كتعرفي هاري؟ وهنا غتصدموا بلي من نهار تخرجوا من الجامعه وهي معاه في علاقه، وغيكون هاري خبى هادشي على بيتر حيت ديما كان تعاود على شحال كتعجبو. المهم توادعوا ودار معاه شي نهار يشربوا قهوه، ورجع للدار اللي يكون ساكن فيه هو وصاحبو هاري. تما لقى نورمان بين هاري جاي يزورهم، سلم عليه بين هاري بلي عرف البلان ديالو مع ماري، وهو كيشرب العصير ضرب على اعلان عمل في صحيفه ديال واحد سميتو جيمسون. العمل كان فريلانس، اللي عليك هو تصور رجل عنكبوت وتخلص على كل تصويره صورتي. صاحبنا جاتو هاد القضيه اسهل حاجه حيت اصلا هو الرجل العنكبوت. نصاب الكاميرات بدا كيصور راسو هو كيحارب الجريمه، وملي جمع بزاف مشى باعهم لجيمسون مقابل 300 دولار، ودار معاه فين ما يجيب ليه شي وحدين يشريهم من عنده. نمشيو عند نورمان. من بعد الانفجار في الشركه المنافسه ليه، الشركه ديالو طلعوا الاسهم ديالها في السوق، ولكن الاعضاء ديالها تقلبوا عليه وبغاو يخرجوه من الاداره. نورمان سعروا هاد الشيء حيت هو المؤسس ديالها هو اللي بداها من الزيرو. موراها بدا كيضحك وغيبان بلي طاحت عليه شي فكره. النهار الاخر تكون المدينه كامله مجموعه في واحد الاحتفال بما فيهم اعضاء الشركه، هاري ولد نورمان، ماري وبيتر كان حتى هو تما كياخذ شي تصاور. الاحتفال كان غادي مزيان، كلشي ضاحك ناشط، حتى لهاد اللحظه بان لهم في السما شي واحد ضرب لبسه خضراء وراكب على المزلاجه اللي اخترع نورمان. مع وصل حداهم لح شي قنبله تفجر المبنى، الدعوه ترونات، موراها ضرب التور ولح قنبله اخرين على اعضاء شركه نورمان صفى عليهم جمله. بيتر هز راسو بانت ليه ماري غطيح من المبنى، ضرب اللبسه ديال سبايدر مان وقصدها وهو غادي يعتق خرج فيه داك الخضر. بداو دقه فيا دقه فيك، دفعوا بيتر ونقز يعتق ماري تبعو مره اخرى. ديك الساعه ضربوا بالشبكه سد لي عينيه، قطع لي السلوكه ديال المزلاجه، هكا جبرو يتحرك في حاله ونقز يعتق ماري قبل ما تخبط مع الارض. هنا بداو الناس كاملين كيصفقوا عليه، حطها فوق واحد المبنى يلا غيتحرك في حاله. وقفات وسولات وشكون هو. ايوا شتي اعتقناك بغيتي تصاحبي معانا، تمشي تمشي. النهار الاخر نشوفو كيبيع لجيمس التصاور اللي خدامو كيدابز مع داك الساط، شراهم جيمس من عنده وسماو داك الساط العفريت الاخضر. نمشيو عند نورمان، وهو
هو في دارو كيقرا الجورنال شاف المدابزه ديال العفريت مع سبايدر مان، موراها بدا كيهضر مع راسو وغنعرفو بلي هو العفريت الاخضر. نورمان مور المدابزه ديالو مع سبايدر مان عرف بلي غيكون هو العائق الوحيد بينه وبين الاهداف ديالو، داكشي علاش قرر يضمو ليه. نهار الاخر شعل العافيه في واحد الدار، وملي جا سبايدر مان البنا يشوف واش فيها شي ناس يعتقهم لقاه مسني وسطها، عرض عليه التحد وما بغاش. ديك الساعه شير عليه بواحد الماس خواليهم صاحبنا جا فيه بكروشي، ولكن اللي ما عارفش هو دوك الماس كيرجعوا، رجع فيه واحد جرحو في يدو خو الاخرين، وجا في العفريت بكروشي وعلق. في العشيه غيكون هاري يدير واحد الاحتفال انه يقدم فيه ميري لباه. وصل نورمان سلم على عمة بيتر اللي حتى هي غتكون معروضه، تعرف على ميري، ومازال كاع ما جلسوا سمعوا الصداع في الغرفه ديال بيتر، طلعوا كيجريو لقاوها خاويه، وفي هذه الوقيته يكون هو معلق في السقف. ملي ما لقاو حتى واحد وكانوا خارجين طاحت منه قطره ديال الدم. نورمان سمع رجع شافها، هز راسه ما لقى حتى واحد، وغيكون بيتر نقز للشرفه قبل ما يطل. نورمان حس بشي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن ما عطاش للامر اهتمام كبير، لحق عليهم. ومن بعد مده قصيره دخل بيتر لايكون بدل حوايجه وضرب راسه يلاه جا، سلم عليهم جلسوا يقصيو. هنا غيضرب نورمان على جرحه في يد بيتر، وغيتفكر بلي جرح سبايدر مان في نفس البلاصه. سولو شو وقع عليه، قال ليه دخلت في بيكالا، ولكن نورمان ما تاقش به، بقى كيبحث عليه. وملي تاكد بلي بصح هو سبايدر مان هجم على جداته، خلعها مزيان وخلاها تما وتحرك. النهار الاخر نشوفوها في السبيطار، جات ميري تزورها وهي كتواسي بيتر، دخل هاري لايكون حتى هو جاي يزورها. ملي ضرب على ميري شاد بيتر في يدو سعر، رجع لدارهم عاود هادشي لباه. كيعرف نورمان بلي بيتر كيبغي ميري، قرر يخطفها باش يستدرجو. في العشيه اتصل بها بيتر يطمئن عليها، تصدم بالعفريت كيهضر معاها من تليفونها، وعرف منه بلي خطفها. ديك الساعه مشى كيطير البرج اللي قال لي حابسها فيه، وصل تما لقى العفريت شاده في يد، شاد مقصوره فيها دراري صغار في يد اخرى، وناوي يطلقهم في دقه باش يخليه يختار بيناتهم. بالفعل داكشي اللي دار، لاح ميري طلق المقصوره. هنا نقص صاحبنا عند ميري هي الاولى، دار من الجهه الاخرى شد المقصوره، موراها حطهم كاملين فوق واحد الباطو. ومازال كاع ما فرح بهذا الشيء، جا في العفريت لحف واحد الخربه وشير عليه بقنبوله دوبات ليه الماسك. ملي ما بقاش قادر يوقف الحق عليه تما شدو بالكروشيات، هادي تنفع هادي الضر. حاول بيتر يعلق جافي بركله طيحو وشدو عاوتاني. تدري يا الولد الدريه، هاك الفقيره تمك، قلت لك نتحدو ما بغيتيش، القى دغدغ ليه وجهه كامل. في هاد اللحظه حساب لي صافي ما بقاش قادر يوقف، وبدا قاصدو باش يصفيها ليه، وهو يغفلو ضرب ليه شبكه في رجلو وجابو للارض، ريب عليه واحد الحيط. مورا جبدو بدا كيفدي فيه كاع دوك الكروشيات اللي عطاه، هاك شد القى عطاه قتله ديال الكلاب. العفريت شاف راسو غيصفيها ليه حيد الماسك. هنا بيتر تصدم حيت ما توقعش يطلع نورمان، بدا كيقول ليه بلي العفريت مسيطر عليه كيطلبو يعاونو، وفي نفس الوقت كيوجد المزلاجه ديالو. ملي تبتو مزيان خرج ليها الماسك قدامها باش يقتلو، ولكن صاحبنا عاق بيه خواليها وخلا جات فيه قتلاتو. بيتر بقى فيه بزاف ولكن ما عنده ما يدير، جبدو من تما خداه لدارو، وهو كيحطو شافو ولدو هاري خرج الفردي باش يتيري فيه القاع علق. النهار الاخر داروا ليه جنازه، وبيتر كيعزي هاري قال بلي هو اللي بقى عنده، ولكن غيضطر يبعد عليه حيت الهدف الوحيد اللي عنده دابا هو ينتقم من سبايدر مان اللي قتل ليه باه. تحرك هاري في حاله، وبيتر واقف جات عنده ميري، قالت لي بلي وهي مخطوفه هو الشخص الوحيد اللي كانت باغيه تشوفه مره اخرى، حيت في ديك اللحظه تاكدت بلي هو اللي باغي تكمل مع حياتها. قال لها بيتر بلي حتى هو ما كرهش، ولكن في هذه اللحظه ما يقدرش، عنده مسؤوليات كبار. موراها خلاها واقفه تما وتحرك يكمل استغلال القوه ديالو في مساعده الناس. داز وقت طويل، بيتر يكون مازال كيقرا، وفي نفس الوقت خدام ليفرور باش يعاون راسو، وهو راجع للبيتزيريا اللي خدام فيها ضرب على ميري في لوحه اشهاريه، تما عرف اللي بدات كتدخل لعالم التمثيل، وقريب غدير شي مسرحيه في نيويورك، وهو حال فمو فيها خرج ليه مول البيتزيريا يسمعوا الهضره حيت ديما جاي معطل، طلب منه بيتر السماحه، قال لي عندك اخر فرصه، هاد المره الا تعطلتي بلا ما توريني وجهك، هز صاحبنا البيتزا ركب على السوينغ وعفاط. نيويورك كانت مزاحمه بزاف، ضرب على الساعه شاف راسو غيتعطل، وهو يسمح في الموطو ضرب اللبسه ديال سبايدر مان، وبدا كيتعلق من عماره لعماره باش يوصل دغيا. في طريقه بان ليه كاميو قاص دري صغار داز اعتقهم، بسبب هذا البلان وصل البيتزا معطله بحال ديما، وملي رجع للمحل طردوا الباترون. هكا بقى صاحبنا بلا خدمه، وفي العشيه تحرك عند جيمسون مول الصحيفه، باع ليه واحد الصوره ديال سبايدر مان باش يدبر على مصيره يدوز به الويكاند. خلصوا جيمسون بالشيك، وملي خرج عند السكرتير تصرفوا ليه، خداتو كامل حيت ديجا كانت مسلفه هذاك المبلغ. المهم قلت لك صاحبنا كيعيش الفقر المدقع، وفوق هادشي حتى قرايته ولا تالف عليها. من عند جيمسون قصد لافاك، وهو داخل تصادح مع الاستاذ ديالو خارج، سولو فين غادي، قال لي انت اللي فين جاي الحصه سالات. موراها طلب منه يسلموا البحث اللي كيدير على الدكتور فيوس في اقرب وقت ولا غيسقطو. في اللي رجع للدار مدقدق جانف كره الحياه، فتح الباب ودخل لقى عمته هاري وميري دايرين لي عيد ميلاد، سلم عليهم ضحكون شطوف وجوع عليه شويه، وهو جالس مع هاري كيدي ويجيبو في الهضره. عرف منه بلي الدكتور فيوس اللي باغي يدير عليه بحث خدام في الشركه ديالو، طلب منه يلاقيه به، وبطبيعه الحال هاري وافق. سالات الحفله، تحركوا في حالهم، وهو مخرج الزبل قبل ما يمشي لدارو لقى ميري حتى هي مازال في دارهم، وقفوا في نفس البلاصه ديال شحال هادي بقاو كيهضروا. عرف بلي ارتبطت بوحد اخر، وهنا بان في وجهه بلي بقى فيه الحال بزاف. حتى كيفاش بقى فيك الحال، هادي هي اخ منه عيني فيه. في الاخير واحده غدا يحضر المسرحيه ديالها، وتحركوا في حالهم.
نهار الاخر نشوفو دخل مع هاري عند دكتور فيوس. فيوس في الاول ما بغاش يهضر مع بيتر بحجه ما مساليش التلامد، ولكن في الاخير قنعو هاري وزاد تقنع ملي دوا شويه مع بيتر ولقى راسو عامر. المهم عجبو بزاف، عرفو على مراتو، دوز مده طويله مجمع معاهم، وملي بغى يمشي في حاله عرض عليه لواحد الايفنت يكشف فيه على اخر اختراعاتو. من عند فيوس ده صاحبنا بدل حوايجو وشطيق المسرح اللي غتمثل فيه ماري، ولكن المشاكل لصق ليه في ظهره. يلا قطع مسافه قصيره، دازو في شي شفاره تبعهم البوليس ديك تقول ليه الموتور. ديك الساعه ضرب اللبسه ديال سبايدر مان وتبحبهم، بقى كينقز من عماره لعماره حتى لحق عليهم. عطاهم سخه ديال الكلاب وعلقهم في واحد البوطو. مور هذا الشيء بدل حوايجو عاوتاني وقصد المسرح باش يتفرج في ماري. وصل تما لقى الباب تسد وما خلاش السكيورتي يدخل. فهاد الوقيته تكون ماري كاعيه ليه حيت ما جاش. بقى صاحبنا تما كيتسنى حتى خرجات. يلا بغى يقصد يشرح ليه علاش ما جاش، ضرب عليه كتسلم على شي واحد وتحركوا بجوج. جا النهار اللي كشف فيه فيوس على الاختراع ديالو. هي في الحقيقه كانوا جوج اختراعات. الاختراع الاول عباره عن اضرع اليه كتربطوا مع النخاع الشوكي وكتولي تتحكم فيهم في حيله جزء منك. سولات وحده من الحضور الدكتور واش ما خافش الاضرع تسيطر عليه، وراه واحد الرقاقه لاصقه فيهم وشرح ليها بلي لو وقع شي خلل ديك الشريحه كتفهم اوتوماتيك. الاختراع الثاني هو تحويل تريتيوم لمصدر طاقه لا نهائي. دخلوا في واحد الاله بدا كيدير ليه الدمج، وبالفعل التجربه ديالو نجحات وخلى كلشي غير مصدوم. ولكن من بعد مده قصيره في حيله بدا التريتيوم كيخرج على السيطره وكيجذب عنده المعادن. امر هاري الدكتور يوقف التجربه حيت الامور كتخرج على السيطره، ولكن الدكتور رفض. وهنا الدعوه غتلون، بداو الحيوط ديال الحديد كيتقلعوا والبيبان كيتهرسوا، وهاري سايق صدات واحد الطبله حتى كانت غتفنيه. وهو يدخل بيتر لايكون ضرب اللبسه ديال سبايدر مان عتقو وقصد الجهاز يطفيه. الدكتور شافو غادي يطفيه سعر جا فيه ضربو مع الحيط، وهنا صافي غيفقد السيطره بمره. تهرسوا البيبان، تهرس الزاج، وما يجي غاف مراتو فناها وهو ساهي معاها. ضربوا الضو من الجهاز هرس ديك الرقاقه وغيبوا. هنا استغل سبايدر مان الفرصه قطع الخيوطه ووقف الجهاز في اخر لحظه. من بعد مده وصلوا الاسعاف خداو المصاب للسبيطار، ومن بينهم الدكتور فيوس. دخلوه لغرفه العمليات ويلا غيبداو يحيدوا ليه دوك الاضرع. خدموا على غفله فناهم كاملين. موراه حيدوا ليه الغطاء لعينيه، خرج كمل ديك الروينه في الزنقه، وملي سمع البوليس جايين علق قصد واحد الخربه تخبع فيها. تما غيبر ما تقبلش التجربه ديالو تفشل، مراته تموت، مستقبله يدمر. بقى تيفكر اش غيدير دابا من بعد ما خسر كل شيء. في الاخير قرر يكمل التجربه ديالو ويحاول ينجحها باي ثمن، وباش يدير هذا الشيء غيخصوه بزاف ديال الفلوس. النهار الاخر نشوفوا بيتر ومرات عمو في البنك، وغنعرفوا بلي البنك بغى يحجز لهم على الدار حيت ما خلصوش الطريطات. جلسوا مع واحد الموظف بداو كيدويو معاه وكيحاول يقنعوه يدير لهم تمديد ولا يعطيهم قرض اخر، ولكن والو ما بغاش. في نفس الوقت نشوفوا الدكتور فيوس داخل يبراكي هذا البنك، قلع الباب ديال الخزنه، جاو السيكوريتي خلطهم وبدا كيعمر الفلوس. بيتر شافها ترونات باش ضرب اللبسه ديال سبايدر مان ورجع كبتها معاه. الدكتور كيشير عليه بالكراشي ديال الصرف، هو كيخوي ليه. فهاد اللحظه بغى يطلق الشبكه ما بغاتش تخرج، وهو يجي فيه الدكتور طيحه وجدو من راسه. يلا غيشتت لي عقله، خرج صاحبنا الشبكه بصعوبه وجر واحد الطبله ضربوا بها لاحو برا. دكتور فيوس وقف لقى البوليس مدورينه. ديك الساعه ضرب سبايدر مان الباب ديال طاكسي، خدا مرات عمو راهينا وعلق من تما، وهو طالع بها في واحد البنايه خرج قدامه. الدكتور ضرب عليه طلقها، قدر سبايدر مان يعتقها، وهو ملاهي معاه جا فيه الدكتور ضربه مع الحيط، وبداو دقه فيا دقه فيك، وفي نفس الوقت طايحين من تما. حتى لهاد اللحظه لاحو الدكتور في المبنى اللي مقابل معاهم، وعاود هز مرات عمو باش يستدرجو. جبد صاحبنا الشبكه وبدا قاصدو. مرات عمو شافت موجود واحد الحديده باغي يضربو بها، جات فيه العين تلفاتو، هكا زق سبايدر مان ورخاها، حتى قربت تخبط مع الارض، وهو يعتقها في اخر لحظه. بداو البوليس كيتيرو فيوس، ديك الساعه علق من تما. غنشوفو بيتر خدام مصور في واحد الحفله، وهو خدام صور هذا صور هذاك، ضرب على ماري داخله مع واحد الصاد كيبان لاباس عليه. مسخوط اش كدير الهوتات؟ صاحبنا سخط، واللي غيزيد يسخطو هو صاحبو هاري. بلق مزيان، وملي طلع كبتها معاه حيت ما بغاش يقول لي فين كيلقى سبايدر مان باش كياخد ليه دوك التصاور، وغيكون هاري باغي يوصل سبايدر مان باش ينتقم منه الموت بواه. سالات هاد الليله اللي دازت عند بيتر بحال الزفت، وهو راجع للدار كيتعلق في العمارات، واحد اللحظه ضرب الشبكه ما بغاتش تخرج، وهو يجيبها في الارض. صاحبنا ما فهم والو، حيت من نهار اكتشف القوه ديالو، عمر هاد البلان وقع عليه حتى لهاد الايام التاليه. جرب يتعلق في الحيط طاح، ضرب على واحد الجورنال حدا بغى يقرا لقى راسو رجع ما كيشوفش مزيان، وغيبان في حاله القوه ديالو مشات. النهار الاخر قصد الطبيب باش يعرف شنو عنده، وبطبيعه الحال دار هاد الشيء بلا ما يقول لي بلي هو سبايدر مان. دار ليه الطبيب التحاليل، النتائج خرجوا مزيانين. هنا فهم صاحبنا بلي صافي التاثير ديال عضه العنكبوت ما بقاش، ولا انسان عادي. في الاول جاتو صعيبه يتقبل هاد الشيء، ولكن من بعد مده ديال التفكير لاح الزي ديال سبايدر مان في الزبل، وقرر يعطي راسو فرصه يعيش كايها الناس. صايب الميطر ديالو، ضرب نضيدرات، مشى قرا، ملي كان خارج مدحو الاستاذ حيت ولا كيهتم بقرايتو. في الليل مشى حضر المسرحيه ديال ماري. المهم كلشي كان تيبان مزيان، من غير انه فاش خرجوا من المسرحيه عرض على ماري يتعشاو بجوج، ولكن رفضات حيت قريب غتزوج. النهار الاخر جيمسون في البيرو ديالو جاب ليه واحد الصات لبسه ديال سبايدر مان، قال ليه بيلقاها في الزبل. جيمسون مع سمع هاد الشيء خرج في الصحف بلي ما بقاوش غيشوفوا
سبايدر مان. الناس ديال المدينة سمعوا هادشي، كاين اللي كيحيت كيعتبروا بطل، كاين اللي فرح كيعتبروا شرير، اما هاري فايكون كيحيت ما يقدرش يلقاه باش ينتقم منه. وهو في الشرفة ديالو كيبلق حسب العمارة كتزعزع، طال يشوف شنو واقع، ضرباتو واحد الدراع آلية، وغيكون الدكتور فيوجي ياخذ تريتيوم باش يحاول يدير التجربة ديالو مرة أخرى. وحيد داك التريتيوم نادر، هاري هو الوحيد اللي يقدر يوفرو ليه. هزو من رجليه دلاه وبدا كيهدو باللي غيلوحو، ولكن والو، التهديد ما جمع حتى نتيجة. وملي نزلو قال ليه بلي اللي بغى يعطيه التريتيوم يجيب ليه سبايدر مان ينتقم منه ويقتل ليه بواه. سولو الدكتور في غيلقاه، قال لي بيتر راه كنصورو بزاف ديال المرات وغالبا غيكون عارف بلاصتو. نمشيو عند بيتر وهو مسركل في الزنقه، بانت لي واحد الدار شعله فيها العافيه وشي بنيه كتبكي لداخل. صاحبنا واخا فقد القوه ديالو ولكن مازال فيه شويه ديال الشجاعه، دخل كيجري للدار هرس الباب جبد البنيه وهو خارج بها من تما كان غيطيح وسط العافيه، ولكن في الاخير قدر يعتقها. هنا بداو الناس كيصفقوا ليه، جا واحد من البومبيه قال لي برافو عليك، وهو كيدير الاكسجين مع التخنق بالدخان. سمع البومبيه كيقولوا بلي مات شي واحد في الطابق الرابع حيت ما قدرش يخرج. هنا بدا تيقول مع راسو بلي كو كان مازال سبايدر مان كان يقدر يعتقهم بجوج. ومن بعد مده ديال التفكير قرر يدير شي محاولة باش يسترجع القوة ديالو. النهار الاخر نشوفوه في واحد العمارة وغيكون باغي يلوح راسو من تما، على وعسى هو طايح ترجع ليه القوة. رجع مشاريار بقى جاي كيجري ونقز من تما. في الاول كانت كتبان ليه تنقيزة نجحات، ولكن في هاد اللحظة تضرب مع الحيط من زهر وتعلق في واحد الحبل نقص ليه من الضربة وكلها غير شوية في عظيم الطيو. ماري في حيلة تنادم معاه الحال حيت رفضاتو داك النهار. اتصلت بيه جا عندها لواحد المطعم، تما قالت لي بلي تسرعات داك النهار حيت من بعد ما مشات اكتشفت بلي باغيها هو، وهي كتقول لي هادشي وغات نيشو غيرك فاهم، شير عليهم الدكتور بطوموبيل. صاحبنا حس بها دفع ماري وتلاح باش ما تجيش فيهم، بالفعل قدروا يخويو ليها ولكن ما وقفش نق عليه فيوس. سولو بيتر شنو بغى، قال لي يقول سبايدر مان يتلاقى في الجسر مع الثلاثه. موراه خدا ميري وتحرك، من بعد ما هدو بلي ما جا سبايدر مان غيقتلها. صاحبنا مور هادشي اللي وقع ليه سخط في حيله، عاود حفز ديك القوه ورجعت ليه مره اخرى. في العشيه غنشوفو قاصد فيوس. سولو فين دار ميري، ما بغاش يقول ليه، ديك الساعه شبكها معاه كروشيات ركل، عطا سبايدر مان قتله ديال الكلاب. الدكتور شافو غمق عليه وهو ينقص فوق واحد الترن قطع ليها الفران، خلاه ملاهي معاه وعلق. دخل صاحبنا وسطو لقى الفرانات مقطعين داخ، بدا كيفكر اش غيدير، حتى لهاد اللحظه طاحت عليه واحد الفكره. بدا كيضرب الشباكي في العمارات وكيلصق في التران. التران قريب يوصل للحافه هو كيلصق، بقاو اخر وحدين ضربهم، بقى شادهم بيديه، بالفعل قدر يوقف التران موراها غيب. ملي فاق خلاص وسط التران والناس مجموعين عليه، شكر واحد اعتقهم، عطاه الماسك ديالو ووعدو يخليو الهويه ديالو سر. صاحبنا كان واكلها ديال بصح، مع ضرب الماسك ديالو بغى يتحرك في حاله، لقى فيوس مسنيه، جا فيه بكروشي غيبو وخداه لهاري. وصل عنده للدار لقاه مسنيه، حطو ليه فوق الكنابي مربوط، خدا تريتيوم وتحرك في حاله. هاري مده طويله هو مسني هاد اللحظه، هز الخنجر قصدو باش يصفيها ليه، ولكن ملي لقى صاحبو بيتر تصدم، قطع بيتر دوك السناسل، فهمو بلي الا دار الدكتور ديك التجربه غيدمر المدينه كامله، وتحرك من تما. بالفعل داكشي لا يكون الدكتور كيدير، لصق تريتيوم في داك الجهاز وبدا التجربه. في هاد الوقيته غنشوفو سبايدر مان كيتسلل للمختبر ديالو. ميري شافتو فرحات بزاف، يلا بغى يفك ضرب عليه فيوس، شير عليه بواحد الحديده وجا فيه لحو برا، ولكن صاحبنا ما مزاقلش، ضرب الشبكه في المبنى ورجع ليه شاف حبه بواحد الركله خشاه في الارض. وهو شابك فيه كروشيات هادي تنفع هادي الضر، بدا تريتيوم كيجر عنده الحديد فحال ديك المره، وجرح حتى ميري حيت كانت مربوطه بالسناسل، حتى كانت غتفنى، ودخل بيتر اعتقها في اخر لحظه. وهو ملاهي معاه جا فيه فيوس بجعبه طيحو، هزو بالدراع الاصطناعي ويلا غيضربو بالاخر يفنيه. عرض ليه صاحبنا السلك ديال الضو خلا جابها فيها زعزع حبه، وقصد السلوكه قطعهم باش يوقف الجهاز، ولكن والو ما وقفش، بالعكس غما زاد كبر وبدا كيجر عنده المدينه كامله. وهو كيفكر اش غيدير، فاق الدكتور لا يكون رجع ليه عقله وتخلص من السيطره ديال الاضرع من بعد ما ضربوا الضو. شاف بيتر ضايخ وما عارف ما يدير، قال لي انا غنتكلف بيها. ديك الساعه بدا كيهرس المنصه باش يغرقها في الماء، وبيتر مشى يعتق ميري. ملي شافتو عرفاتو بلي هو رجل عنكبوت تصدمات، وفي نفس الوقت فرحات بزاف. معاه هزاو تحركوا من تما، دمر الدكتور ديك المنصه، غرق الكره ديال الطاقه وغرق معاه حتى هو. مور هادشي غنشوفو بيتر جالس مع ميري كيفهم هادشي اللي وقع. ملي عاود ليها الحقيقه كامله، فهمها بلي ما يمكنش يكونوا بجوج حيت غتولي هدف الاعداء ديالو. موراها ودعها، هبط عند خطيبها لا يكون جاي هو البوليس، وتحرك من تما. في الجهه الاخرى وهاري كيعي وكيهرس في الدار، بالصدفه خرج في البلاصه اللي كانت يخبع فيها بها الماتريال ديال العفريت الاخضر، قلبها لقى مازال فيها القنابل، المزلاجات، الدول اللي كيحاولوا العفريت، وغيبان بلي الدعوه غترون. من بعد ايام غيكون العرس ديال ماري، والعريس مسنيها الدخول. دخلت صاحبتها عطاتو رساله صيفطاتها ليه، قراها لقى فيها بلي ما بقاتش باغاه، وفي نفس الوقت غنشوفوها داخله لدار بيتر. سلمات عليه، قالت لي بلي باغيه تكون معاه وخا يلحقوها الاعداء. صاحبنا وافق، وهاد المره غيبان بلي غادي يكملوا بجوج.
من بعد اسبوع ميراي يكون عندها عرض مسرحي، تما غنشوفوا بيتر وهاري كيتفرجوا فيها. قدمات عرض زوين سالا، والناس كيخرجوا ضرب بيتر على صاحبو هاري اللي مده ما دواش معاه. مشى كيجري عنده قال لي بلي باغي يشرح ليه شي حاجه. قال لي هاري مادام الشرح ديالك ما غاديش يرجع ليا بال الحياه فبلاش منه حسن وسمح فيه تما وتحرك. ديك الساعه دخل بيتر عند ميري هنا على العرض اللي قدمات. مور هادشي في دار هاري غنشوفوا كاع دوك المعدات ديال العفريت الاخضر تطوروا وتزادوا معدات اخرين، وهاري ولا كياخذ داك الدواء باش يولي العفريت كيف ما كان بواه. بدلات ميري حوايجها وتحركت مع بيتر الغابه يتفرجوا في النجوم. شفتي بنات الناس كي دايرين؟ طاقي اقول لها الا ما عشتيش معايا في عش ديال الرتيله راه ما كتبغيني ما والو. وهما كيتفرجوا في النجوم طاحت شي حاجه بحال النيزك خرج منها واحد المخلوق كحل، وملي سالا وصحابنا الخرجه ديالهم ركبوا على السوينغ باش يتحركوا لصق داك المخلوق في الموتور ومشى معاهم. في نفس الوقت غنشوف واحد المجرم سميتو ماركو هرب من الحبس، وهذا ماركو شادينو بتهمه قتل عم بيتر. داز ماركو لدارو وسلم على بنته اللي كانت مريضه بزاف ووعدها باللي قريب غادي يدبر على فلوس العلاج ديالها موراه علق قبل ما يوصلوا البوليس. وصل بيتر ميري لدارهم وداز عند جدادو يسلم عليها ويقول ليها بلي غادي يخطب ماري. جدادو سمعات هذا الشيء فرحات بزاف، باركات ليه وعطاتو الخاتم ديالها يخطبها به. وبيتر راجع لدارو ضاحك ناشط، خرج في هاري ضرب اللبسه ديال العفريت الاخضر، دخل ليه شي دقات مزيانين ضربو مع الحيط. وبيتر في هاد الوقيته يكون غير كيتخولي وكيحاول يشرح ليه، ولكن ملي شاف الهضره ما غتجيب معاه حتى نتيجه قرر يخدم معاه الخشونه. علق هاري تبعو تخليه في واحد البلاصه ضيقه دخل موراه شير عليه بواحد القنبله جدا بيتر بالشبكه رجعها ليه. تفرقعات عليه غمض عينيه وملي حلهم لقى بيتر معرض ليه واحد الشبكه ضرب فيها جابها لاطه. بيتر وخا كاع هادشي اللي دار ليه كيبقى صاحبو، هبط كيجري عنده لقاه قاطع التنفس، دار ليه الاسعافات ما جابو حتى نتيجه. ديك الساعه زول السبيطار. في نفس الوقت غيكون ماركو علق للبوليس في واحد الحقل ديال التجارب مع الدعقه كلاب تابعينو، ما ردش البال لواحد الحفره ديال التجارب وطاح فيها. وفي نفس الوقت بداو دوك العلماء التجربه ديالهم، حاول ماركو يعلق من تما ما قدرش، بدا داك الجهاز كيدور وما داش بزاف ديال الوقت حتى ولا رمله. قدروا الاطباء يعتقوا هاري فاق من الغيبوبه، ولكن يكون جا فقدان ذاكره قصير المدى وما بقى عاقل على حتى وزه. دخل عنده بيتر وماري طمأنوا عليه وغيبان بلي بيتر عجبو الحال فاش عرفوا فقد الذاكره. في نفس الوقت غنشوفوا الرمله كتشكل على شكل انسان في البلاصه اللي خبر فيها ماركو، وغنعرفوا بلي ماركو ما خبر ما والو، بل تحول المخلوق يقدر يحول الجسم ديالو الرمال بسبب ديك التجربه اللي تعرض ليها. حس نسله ديال بنته وتحرك من تما وغيبان بلي غد ترون. في النص ديال نهارو بيتر مع ميري في دارو سمع فلاسي الكيب اللي شي رافعه وسط المدينه فقدات السيطره. ديك الساعه سمح فيها وتحرك يعتقل الناس وغيبان بلي ميري ما عجبهاش هاد الشيء، خرجات كاعيه من الدار. وفي هاد اللحظه غنشوفوا داك المخلوق اللي لصق لهم داك النار في الموتور مخبع تما. نمشيو لوسط المدينه، ديك الرافعه اللي فقدات السيطره دارت الروينه، دمرات بزاف ديال العمارات، الناس بداو كيعلقوا، ولكن وحده سميتها جوين كتقرا مع بيتر ما قدراتش. في نفس الوقت يكون باه وخطيبه كيشوفوا من التحت وما قادرين يديروا والو. زلقوا ليها يديها بدات طايحه من تما حتى كانت غتجيبها في الارض. دخل سبايدر مان اعتقها في اخر لحظه، شكراتو على هادشي اللي دار معاها وغيبان بلي حتى هي تزعطات فيه. من بعد ايام غنشوفوا ماركو داخل المدينه، ضربوا عليه جوج ديال البوليس عرفوا هو اللي كان هارب من الحبس، وملي تبعوه تخبى عليهم في واحد الكاميو ديال الرمله. طلع موراه واحد البوليس يشقلب حبه، تحول لوحش ديال الرمله صفى البوليس كاملين وعلق من تما. في نفس الوقت وسط المدينه غيكونوا الناس دايرين تكريم سبايدر مان، صاحبنا عجبو داك الشيء ضرب اللبسه وجا سلم عليهم. تما واحد البنت نعيشو غيرك فاه، ميري شافت هادشي سعرات وهي غادا من تما بالها الوحش ديال الرمله قاصدهم. داروا الناس كاملين شافوه وهنا الدعوه غاد ترون، كلشي كيغوت كلشي علاق. وماركو كيسرق الفلوس من واحد الفرقون بلاندي وقف عليه سبايدر مان. ماركو في الاول ما بغاش يدابز معاه، ولكن مع ضربه بيتر بكروشي شد ليه يدو وسط كرشو وجا فيه بوحده لاحو برا. بيتر بطبيعه الحال ما غاديش يتزاقل، رجع عطا شي دقات، ولكن ماركو كان الجسم ديالو رمله، داكشي علاش ما دا منو لا حق لا باطل. حاول يدو المطرقه جا فيه بيها وعلق من تما. في الليل غنشوفو بيتر مسلف ومكلف وحاجز طبله باش يخطب ماري، وهما جالسين كيديو ويجيبو في الهضره كيعبر ليها. بالصدفه في نفس المطعم غتكون قوين اللي اعتقدك النهار واللي شافتو جات سلمات عليه تعرفت على ماري. ماري شافتها تفكرت اللقطه اللي دارت داك النهار مع سبايدر مان وسعرات معاه. مشات قوين في حالها قالت لبيتر بلي كضرها كرشها وتحركت من تما كاعيه. واش شتي السيد حاط نصف الصالير ديالو في الطبله وانت ديريها التبرهيش؟ بربي المره الجايه حتى نديك المحلابه تضربي الراي بالسيريه وجه الحرشه. النهار الاخر وبيتر في دارو اتصلوا به من مركز الشرطه طلبوا منه يجي هو عمته. مشاو لعندهم تما قالوا لهم بلي داك الشخص اللي مات في ديك الليله ماشي هو اللي قتل العمبين، بل شريكو ماركو هو اللي ارتكب الجريمه. في الوقيته اللي كان داك الصاد كيسرق لداخل كان ماركو مكلف انه يلقى شي حاجه يهربوا بيها. في ديك الساعه بانت لي غير الطوموبيل ديال العمبين، مشى نزلوا منها وملي حاول يقاوموا تيرا فيه. تما شريكو ديمارا الطوموبيل سمح فيه وعلق. بيتر ومرات عمو عرفوا هاد الشيء عينيه معمرو بالدموع، بالخصوص بيتر لا يكون صفال شريك ماركو حيت حساب ليه هو اللي قتل عمو. من هاد النهار ولا بيتر غير سد عليه في بيته كيتصنت على البوليس ومسنيهم يقولوا شي معلومه على البلاصه اللي مخبع فيها ماركو باش يمشي ينتقم منه. في هاد الليله هو مجبد في بيته وكيحلم بماركو فحال كل ليله. غنشوفوا داك المخلوق اللي طاح من السما طالع عليه في الجسم ديالو، بقى كينتشر شويه
شوية حتى دلالي في الجسم ديالو كامل، ومن اللي فاق القلب سولت كحلة وكيحس براسه مرتاح وعنده قوة كبار. عيا يفكر شنو هاد الشي ما عرفش، ديك الساعة هز منه عينة صغيرة دها الأستاذ ديالو، من اللي شافها قال لي بلي ما قدرش يحدد شنو هاد الشي بالضبط، ولكن عرف بلي شي نوع من الطفيليات وخاصه يرد منها البال، حيت إلا ارتبطت به غيولي وسط العيش ديالها وصعيب يتخلص منها. مع رجع بيتر للدار سمعهم كيقولوا في اللاسلكي بلي شي عاصفة رملية جمد على البنك. مع سمع هاد الشي عرفوا ماركو، هز اللبسة ديال ديما باش يتحرك عنده، يلا غيضربها بدا كيفكر شوية، موراها رجعها ولبس هذيك اللي تغطي هذاك الكائن الفضائي، حيت فيها كيحس براسو قوى. قصد البنك لقاه تسرق وماركو خبر، دور وجهه بلي الاثر ديال الرمله في المجاري عرفوا هرب ليهم، وماركو هز الفلوس وغادي كيتمختر وكيحسب ليه السرقه ديالو نجحات. خرج ليه سبايدر مان قدامه، سولو شنو بغى منه وعلاش تابعه، قال لي عقلت على بين باركر. موراه هجم عليه، بداو دقه فيها دقه فيه، كروشيات ركل، مره بيتر كيضرب مع التران، مره ماركو كيضرب بيتر مع التران، كانوا كيبانوا مقادين في النيفو. حتى لهاد اللحظه طاح ماركو في الماء وغيبان بلي هو نقطه الضعف ديالو. بيتر لاحظ هاد الشيء، هرس واحد القادوس كبير وخلى المده. موال هاد الشيء رجع لدارو، وهو داخل قال لهم مول الدار يخلص لك دار فيه، وغيبان بلي ديك اللبسه الكحله اللي فيها الكائن كتاثر عليه وكتخليه عدواني. نمشيو عند ماري، البلانات اللي وقعوا مؤخرا اثروا على الاداء ديالها في المسرحيات، وبسبب هاد الشيء طردوها ورجعت تخدم سربايع عاوتاني. نمشيو عند هاري وهو في دارو تيقرقب كويسات، ضرب على الصوره ديال بحث بشي حاجه في شكل، موراها بدا كيضر راسو بزاف، وشويه بشويه رجعت ليه الذاكره وتفكر كاع داكشي اللي ينسى من موت باه حتى المحاوله انتقامه من بيتر. في الليل رجعت ماري للدار لقاتو مسنيه تما، شنق على حبه مع الحيط وهددها تفارق مع بيتر ولا غيصفيها ليه، وغيكون كيدير هادشي باش يخليه عاني كيف ما عانى هو مور موت باه. بالفعل داكشي اللي غيوقع، اتصلت به ميري دارت معاه يتلاقاو، والنهار الاخر نشوفوها كتقول ليه بلي ما بقاوش صالحين لبعضياتهم. حاول بيتر يقنعها تراجع على هذا القرار ولكن ما تقدرش حيت هاري كيهددها. في العشيه غنشوفوا هاري جالس معاه في القهوه في حيلة ما داير والو، وباش يزيد يسعرو قال ليه بلي دخل هو ميري في علاقه، وبطبيعه الحال كيدير هادشي بلا ما يخليه يعرف بلي رجعت ليه الذاكره. بقى بيتر كيفكر كيربط الاحداث مع بعضياتها، وهو خارج من القهوه دار موراه لقاه كيدير واحد الضحكه ديال الشر، تما عرفوا رجعت ليه الذاكره ودار شي حاجه لميري باش يخليها تفارق معاه. في الليل ضرب اللبسه الكحله وقصده، مع وصل لتما شبك فيه بدا هاري حتى هو كيضرب. هنا عرفوا بيتر رجعت ليه الذاكره وبدا كيدخل ليه، هادي تنفع هادي الضر، وغيبان في حيلة دوك الطفيليات كيسيطروا على بيتر وكيخليه يولي شرير. عطى لهاري قتله ديال الكلاب، وهو خارج من تما شير عليه هاري بقنبله خواليها، شدها بالشبكه رجعها ليه وكتسمع ديك بوم. السيطره ديال داك الطفيلي على بيتر غتبان حتى في حياته العاديه، بحيث تحول من واحد ظريف كيبغي يساعد الناس لواحد كيهمو غير راسو ومستعد يحرك كلشي باش يكون هو مزيان، فحال الا قلتي ولا اناني فوق القياس. في نفس الوقت غنشوفو ماركو خارج من المجاري وغيطلع مازال حي. في الليل غنشوفو بيتر عارض على جوين الريستو اللي خدمها فيه ماري، وغيكون كيدير هادشي باش يفقسها، ولكن جوين عاقت به كيستغلها باش يعصب ميري، داكشي علاش سمحت فيه تما وتحركات. هنا صاحبنا سعر قصد ماري يهضر معاه، جا السيكوريتي خرجو خلا ضربوه، دخل السيكوريتي الاخر يعاونو جا فيه حتى هو، حاولت ميري تفكو بربق امها وغيبان في حيلة فربل. صاحبنا ملي ضرب ميري تصدم، بدا كيفكر شنو وقع، وهنا عاد تفكر البدله الكحله اللي مكونه من داك الطفيلي. طلع للبرج ديال الساعه يحيدو، ولكن والو داك الطفيلي لصق فيه حيت ولا كيعتبر وسط العيش ديالو. في نفس الوقت غيكون تما دار داك المصور اللي كان خاطب جوين، وغيكون حاقد على بيتر حيت خداها ليه. سمع صداع طلبه لي بيتر مضارب مع الطفيلي باغي يحيدو، دان شافو في ديك الحاله فرح، ولكن في هاد اللحظه قدر بيتر يحيد داك الطفيلي لاحو وما يجي غف دان ستولالي على الجسم ديالو، وحولو الوحش كيشبر سبايدر مان، وهو تينقز في المدينه تيقلب على سبايدر مان ينتقم منه. بالصدفه خرج في ماركو حتى هو كيقلب عليه، في الاول حساب له سبايدر مان بغى يدابز معاه، حتى لهاد اللحظه وراه وجهه قال لي بلي حتى هو تيقلب عليه واتفق معاه باش يتحدوا ضده. في الليل وماري غادا للخدمه وقف الطاكسي وصلها، تما غتصدم بلي دان هو الشيفور. موال هادشي غيشوفهم بيتر كيقولوا في الاخبار بلي مخلوق كحل خطف بنت وحابسه في طاكسي معلقه في عماره بالمساعده ديال وحش كيحور راسو الرمله. ضرب بيتر على البنت لقاها ميري، ديك الساعه تحرك لتما. في نفس الوقت غيكون هاري كيشوف هادشي وغيبان بلي نصف وجهه تحرق بسبب القنبله اللي تفرقعت عليه، وهو كيفكرش غيدير دخل عنده المساعد ديالو قال لي بلي هو كينظف الجرح ديال باه قبل ما يدفنوه، اكتشف بلي ضرب راسو بموس من المزلجه ديالو. هاري سمع هادشي فهم بلي بصح ماشي بيتر اللي قتل ليه باه، بل قتل راسو وكيحاول يهجم عليه كيف ما قال. في نفس الوقت وصل بيتر للبلاصه اللي محبوسه فيها ماري، وهو كيحاول يخرجها من تما هجم عليه دان، شبكوها بقاو طايحين من تما وكيدابزو، حتى لهاد اللحظه جا فيه دان طيحو في الارض وتعلق في المبنى. بغى بيتر يوقف باش يرجع يدابز معاه، لقى راسو طايح في الرمله ديال ماركو، شير عليه بكروشي خواليه وهو طالع يعتق ماري اللي غتكون غطيح من العماره. جا فيه دان ضربو مع واحد الحديده، موراها تبتو وماركو بدا كيهبط عليه بالكروشيات فحيله كيضربو بمطرقه. عطاه وقت ديال الكلاب ويلا غيصفيو عليه، تفرقعات لماركو قنبله في راسو شتاتو، وغيكون هاري جي يعاونو من بعد ما عرف الحقيقه. جا في دان بالمزلجه غيبو، موراها كل واحد فيهم شد واحد وغاد ترون. ضربوا على ماري طايحه، زاري بيتر معاه في المزلجه طلعوا لعندها،
وقدروا يعتقوها في اخر لحظه. موراها بيتر مشي يقلب على دان، وهاري تيرا في ماركوب صوارخ دمره، وبيتر كيقلب خرج لي من موراه كتفه وبدا كيدخل ليه. حاول بيتر يقنعو يحيد ديك البيد لحتى تسيطر عليه، ولكن والو. وهو كيدخل ليه يشير عليه هاري بواحد الموس، ولكن قدر يخوي ليهم حيد ليه المزلاجه وجابو مع شي قوادس ديال الحديد. وهما كيضربوا في الارض وكيديروا الصوت ديال التقرقيب، لاحظ بيتر بلي الطفيليه كيأثر عليهم داك الصوت وكيضعفوا. ديك الساعه عرف كيفاش يقدر يغلبهم. هجم دان مره اخرى على بيتر حتى قرب يضربو بالمواس ديال المزلاجه، وهو يخرج قدامو هاري كلا عليه الدقه وطاح من تما. بيتر شاف صاحبه في ديك الحاله سعر، هز حديده جا في ضلاحو، مورا خد دوك القواس دورهم به وبدا كيضربهم وكيدير داك الصوت حتى ضعفهم. ديك الساعه خرج دان من وسطهم وشير عليهم قنبله ديال هاري. يلا غتفرقع تلاح دان على دوك الطفيليات حيت ما كانش باغي يتخلى عليهم، وكتسمع ديك بوم تحرقوا الطفيليات وتحرق دان معاهم. فهاد اللحظه دار بيتر مورا لقى ماركو، يلا غيهجم عليه يطلب منه يوقف، وقال ليه بلي جي عاود ليه الحقيقه. سولو بيتر واش كاينه شي حقيقه من غير انه وقت اللي عمو، قال ليه بلي قتل عمو كان غير حادث، وفهموا بلي سرق داك الصاط باش يدير البنت عمليه حيت كانت قريبه تموت. بيتر حيت كان حتى وقت اللي صاحبه واخا ما دار والو وقتل بين هاري بالغلط، اسمح ليه خلاه يمشي في حاله من بعد ما اقتنع بلي نادم على الجرائم ديالو، وبط كيجري يشوف صاحبه. هاري كان واكلها ديال بالصح، يلا الحق بيتر يشكرو حيت عاونو وداموا الامانه امانته. النهار الاخر دفنوه، داروا ليه جنازه، ومن بعد ايام ماري كتغني في واحد الريستو ضربت على بيتر قاصدها، طلب منها السماحه وغيبان بلي كلشي سالا بخير من غير الموت ديال هاري بطبيعه الحال. وحتى لهنا غنكون وصلنا للنهايه ديال القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلقاو في فيديو الجاي. Peace.